اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني كفاءات اردنيه، وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقه اليوم الاستاذ ملوح البشيش، صاحب سوبر ماركت واسواق ملوح. بدايه مساء الخير استاذ ملوح. اهلا وسهلا انوار يا اختي، شكرا لك. نورنا عبر قناه جسات. بوجودكم نور، بوجودكم ان شاء الله. استاذ ملوح، حضرتك اشهر من ان تعرف في هذا القطاع. بدايه بنحب نعرف استاذ المشاهدين بحضرتك اكثر عن فكره وانشاء الاسواق السوبر ماركت، تفضل. بالنسبه للحمد لله انا من 91 فاتح الاسواق التجاريه وماشيين الحمد لله باحسن ما يمكن، وحاولنا طلعنا من الشونه الجنوبيه، كان لنا محل موجود في الشونه الجنوبيه وطلعنا فتحنا في اسواق في مادبا والحمد لله ماشيه وفي الشونه ماشيه والحمد لله امن وامان عندنا كويس، ونشكر اهل البلد على الامن والامان الحمد لله. الحمد لله يا رب. استاذ ملوح، نعرف الساده المشاهدين بالعائله الصغيره الله يخلي لك اياهم، متى تم افتتاح الاسواق؟ تفضل. افتتاح الاسواق 2/6 في مادبا 2/6/2015. 2015، نعم. العائله الصغيره والله مكونه من 11 نفر ما شاء الله. ما شاء الله الله يخلي لك اياهم يا رب. استاذ ملوح، نفوت اكثر بالتفاصيل بحيث ان نعرف الساده المشاهدين الخدمات اللي بتقدمها، ايش بتقدم خدمات؟ والله احنا بنقدم مواد تموينيه بالجمله، بنبيع بالجمله هاي المواد التموينيه، سكاكر، شبسات، عصائر، يعني كل المواد اللي بتطلبها للمواطنين بالجمله. المحلات اللي يعني بتوزع على السوبر ماركت اللي عندكم في المنطقه؟ نعم نعم بنوزع، وفي عندنا باصات توزيع. نعم. في مادبا فقط ولا لا؟ في غايه درع الا بنصر الحمد لله. نعم ما شاء الله. استاذ ملوح، نتحدث عن تطور هذا القطاع، كيف بتشوفه؟ والله الحمد لله انه كويس، حركته كويسه، ممكن السنه هاي تكون ضعيفه شويه بس الحمد لله كويس. الحمد لله رب العالمين. اقبال اهل المنطقه، اقبال الزبائن، كيف بتشوفه؟ كويس الحمد لله، وسط يعني، ما هو مش سيء الحمد لله. استاذ ملوح، نتحدث عن الصعوبات والمشاكل، مثل ما بنعرف اي مشروع الا ما يواجه صعوبات ومشاكل، واجهتك مشاكل ومعوقات في هذا القطاع؟ والله مشاكلنا في الترخيص. الترخيص نعم. في الترخيص وضعوا على القارمات الخارجيه هاي، يعني هي منظر للبلد، وضعوا عليها تسعيره عاليه جدا. يعني بتضطرنا ان نقلعها من قيمه القارمه. لان بده يقول لك على القارمه 300 دينار، فهذا يعني مصروف ثاني، مشكله ثانيه. نعم نعم. يعني هذه القارمات اللافتات اكيد بتواجه صعوبات ومشاكل غير هاي المشكله استاذ ملوح؟ والله لا الحمد لله ما في مشاكل الحمد لله. استاذ ملوح، شو بتحب توجه رساله لامانه عمال الكبرى؟ والله بطلب منهم واترجاهم انه يخففوا لنا الاسعار القارمات اللافتات، ترخيص القارمه، لان هذا مبلغ كبير جدا يعني، لما مش طبيعي. ف نعم. هذا المبلغ ما هو طبيعي. نعم اكيد. نتحدث استاذ ملوح عن الاستيراد، وين بيتم استيراد البضائع؟ والله اغلب البضائع من تركيا ومن الصين، من الصين ومن تركيا ومن مصر. حضرتك تسوي لحسابك ولا من تجار؟ لا والله من التجار المحليين بس. تجار المحليين. نعم نعم. استاذ ملوح، نتحدث عن الرؤيه المستقبليه في هذا المجال، ايش تطمح لقدام؟ والله الحمد لله بس نستمر بيه كويس الحمد لله. ان شاء الله. الحمد لله نستمر ويستمر وضعنا كويس زي هيك الحمد لله، نعمه والله. ان شاء الله. نعم. استاذ ملوح، نتحدث عن الكادر اللي عندك، فتره الدوام من اي ساعه لاي ساعه؟ والله احنا بنداوم من الساعه 8:30 الصبح لغايه الساعه 7 مساء. 7 مساء. 7 مساء لان احنا جمله وبنسكر بعدين. استاذ ملوح، مثل ما بتعرف الاردن بنعم نعمه امن وامان لما يزيدنا عن باقي الدول. الحمد لله. زي ما بحكوا لك الاردن حديقه داخل حريقه، ايش بتعني لك هاي النعمه؟ والله هذا الحمد لله بتعني انه احنا في الف خير والف نعمه في اهل امان. نعم. يعني بجيراننا كلها عندهم حروب وملتهبه واحنا الحمد لله بخير مبسوطين يعني ما. نعم. عندنا شيء. نعم. الله يديمها علينا. الله يديمها علينا. نعمه كبير استاذ ملوح لجلاله الملك الحمد لله القياده الهاشميه وعلى المواطن ايضا، واحنا بنتمنى السلام لجميع الدول العربيه. نعم. استاذ ملوح، مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب. نعم. واي شخص بتمنى رؤيه جلاله الملك. نعم. في الحضر التقيت فيه، شو بتحب تحكي له؟ والله بشكره جزيل الشكر على هالتعب اللي بتعبه مع العالم، بيركض. نعم. بيركض ليل نهار، ما هو متريح يعني، هو احنا متريحين اكثر منه. نعم. احنا طول النهار هو رايح جاي، على من امريكا لايطاليا لبريطانيا ما بيقعد. نعم. كله من اجل خدمتنا. اكيد الله يخلي لنا اياه وان شاء الله. بشكرك استاذ ملوح. بنهايه اللقاء بنحب نحدد للساده المشاهدين اين موقع الاسواق والسوبر ماركت للتواصل، تفضل. نعم. في شارع بيت المقدس مادبا، شارع بيت المقدس 300 متر غربي دوار المحبه، وفي الشون الجنوبيه منطقه الروضه الحي الشرقي شارع الاسكان. نعم. ارقام الهاتف للتواصل 079 نعم 533 9713. طيب ماشي.
بشكرك أستاذ يعطيك شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نتقدم جزيل الشكر العرفان لأستاذنا اللوح على تواصل دعم لهذا البرنامج. بشكرك مرة ثانية. شكرا أستاذ. شكرا لك. راسك بالعالي مرفوع الهام.